السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا everybody. صراحة الحمد لله والشكر لله، عدت الإصابة على خير. شكرا للي كانوا معي وقفوا. الشيخ مشعل ما قصر، مشعل الغامدي رايتك بيضة، الله يحفظك يا شيخ مشعل. صراحة شكرا اللي سووا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب كلهم، شكرا لدعمكم. عموما اللايك والمشاهدة هذه تروح مؤسسة خيرية، يعني انتهى رمضان بس ما انتهى الخير ان شاء الله. النقطة اللي بتكلم عنها تو نفتح موضوع، سبحان الله، الابتسامة في وجه اخيك المسلم صدقة. يعني تخيل ان ما يكون معك كاش بس انك مجرد انك تبتسم تدفع بلاء تتصدق بقى. البوينت درجة الحرارة between 45-50 till 40-35 at night. So تعرفون يعني العقلية، عقلية ناس كبار، حزب العمال is leading. اللي بوصله تعرفون بتقوم من النوم درجة الحرارة تكون مكشف. في عمال يعملون تحت الشمس والجو الحار هذا، عمال هذا متغرب من ديرته عشان ياخذ، الحمد لله على وهبة لا اله الا الله محمد رسول الله اللي هي الاسلام. ارجو من المواطنين والمقيمين احترام العمال، اكيد بيكون مكشر بس انت لو ابتسمت لوجهه ممكن ما يفهمها، بيكشر لانه مطلوب منه بزنس وجو حار. المحترف حق الكوره يعني تخيلوا وقت الصيام ما يقدر يلعب كوره. المهم كل عام وانتم بخير، سامع مهما كانت درجه الحراره عطها واحده بس تكسب اجر. وجه القوي وجه الضعيف، وجه السعودي وجه الاجنبي، وجه المقيم وجه كلنا عيالات. ابتسامه في وجه اخيك المسلم صدقه، واللايك والشير والسبسكرايب حتى في قناتي صدقه حبتين. كلامكم خير ان شاء الله.